وما عليها وللاستفادة من المعلومات والبيانات والتحليلات في المستقبل. وقد شهد العديد من المنظمات الدولية والمحلية والمتابعين وأيضا الزائرين الدوليين بهذه الإيجابيات وسجلوها في تقاريرهم التي أعلنوها من قبل، ولا نجد ما يدعو لتكرارها بعد أن أصبحت من العلم العام المتاح للكافة. السيدات والسادة، انتهى تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات، وجاءت أعداده على النحو التالي: إجمالي الناخبين الحاضرين في جولة الإعادة 17,605 ناخبا، إجمالي الأصوات الباطلة 386 بنسبة 2% تقريبا، إجمالي الأصوات الصحيحة 17,219 بنسبة 98% تقريبا، نسبة الحضور من الذكور 60% ومن الإناث 40%، الدوائر الأكثر تصويتا: 1 النزهة ومصر الجديدة، 2 سمنود، 3 مدينة نصر. الدول الأكثر تصويتا: السعودية 35%، الكويت 15%، الإمارات 12%. الفئة العمرية الأكثر تصويتا هي من 31 إلى 40 عاما بنسبة 29%. الدول التي لم يصوت فيها أحد: بنما، صربيا، البوسنة والهرسك، أنغولا، موزمبيق، موريشيوس. وقد أضيفت أصوات المصريين في الخارج إلى الحصر العددي لتصويت المصريين في الداخل بعد إجراء التدقيق والمراجعة عليها والفصل في التظلمات المقدمة عنها، وجاءت النتائج على النحو التالي: عدد الناخبين في دوائر الإعادة 28,014,404 ناخبا، عدد من أدلوا بأصواتهم 6,253,987 ناخبا بنسبة 22.3% تقريبا، عدد الأصوات الباطلة 197,789 بنسبة 3.2% تقريبا، عدد الأصوات الصحيحة 6,056,198 بنسبة 96.8% تقريبا، أعلى المحافظات في نسبة التصويت: 1 جنوب سيناء 41.6%، كفر الشيخ بنسبة 36.82%، الدقهلية بنسبة 36.7%، أقل المحافظات في نسبة التصويت: 1 السويس بنسبة 18.1%، القاهرة بنسبة 19.96%،
3 بورسعيد بنسبة 24.12%. أهلا بحضراتكم، عدنا من جديد على الهواء. اللي كنت حضراتكم بتتابعوه ده جانب من المؤتمر الصحفي الرسمي اللي بتعلن فيه اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة الثانية من جولة الإعادة أو جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات برلمان مصر 2015. وكده يبقى انتهت العملية الانتخابية، لا يتبقى بس إلا بعض الدوائر القليلة جدا اللي هيتم فيها الانتخابات، أعتقد يوم 5 و6 أو 6 و7، 4 دوائر فقط، يوم 5 و6 في الخارج و6 و7 في الداخل. دول اللي كانوا تأجلوا من المرحلة الأولى بأحكام قضائية نظرا لمشكلة في النواحي الإجرائية وترشح بعض المرشحين رغم عدم استيفائهم للأوراق الترشيحية المطلوبة.